شاهدين الكثير من الأشخاص يهتمون بأن يملكون وجهاً نظراً ببشرة صحية بدون تجاعيد وخالية أيضاً من العيوب. ومع التقدم الحديث في كافة مجالات الطب والقفزة الهائلة في مجال التجميل وعلاج مشاكل الوجه بأحدث التقنيات اللي يمكنها اختراق الجلد بشكل أعمق، أصبح هناك إمكانية أكيد للحصول على بشرة متناسقة بدون آلام، وأكيد بنسب نجاح فائقة ونتائج تدوم وقتاً طويلاً. ومن بين هذه التقنيات الحديثة تقنية جولد ستامبر. مشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع بشكل مفصل، دعونا نرحب بضيفتنا بالاستديو الدكتورة سوزان أدليل، أخصائية بشرة وتجميل. صباح الخير. صباح النور، كيف صباح السعادة. صباح الخير. طبعا أستاذة، في البداية ذكرت زينب في حديثها أن بنتكلم اليوم عن تقنية الجولد ستامب، كلمين أكثر عن هذا التقنية بشكل أكبر. هلا هذه التقنية من تقنيات المايكرو نيدلينج، هي اللي بتحفز الكولاجين بالبشرة لنرجع نستعيد حيوية البشرة، نعمل نضارة، نعمل جلوينج، نخفف من الفاين لاين أو الخطوط التجاعيد اللي هي البسيطة اللي بتبلش تطلع عنا. فهي جدا يعني خليني أقول كتير تقنية حلوة وآمنة وما لها آثار أبدا. أكيد طبعا. أستاذة سوزان، ما هي الأسباب العلاجية لاستخدام مثل هذه التقنيات خاصة للبشرة؟ تماما، يعني على فكرة مثلا إذا عندك عرس، عندك مناسبة، عندك عشاء، فينك تعمليها بنفس اليوم وتطلعي عادي. حتى إذا بدك تحطي الميك اب يطلع حتى شكل الميك اب حلو. اللي بيخلينا نعالج بيعالج لنا مثل ما حكيت الفاين لاين، الخطوط الرفيعة، بيعالج توسع المسام، علامات الحبوب، بيعمل نضارة، بيعمل حيوية، وكمان بيساعد على تحفيز الكولاجين اللي هي أهم نقطة اللي بتعطينا نضارة لبشرتنا. طبعاً أستاذة، الوجود مثل الجولد ستامب هي مثل تستخدمون فيها الذهب أعتقد بعيار 24، كلمينا ليش تستخدمون الذهب فيها؟ خليني أقول لك ليه. هلأ هي التقنية، هو هذا هو أساساً الجولد ستامب، رح أرجيك إياه. سموه جولد ستامب لأنه بيحتوي على مسننات هي مغطاة بذهب عيار 24، وهي كتير سيفتي وآمنة مثل ما حكينا على البشرة. يعني نحن وقت اللي بدنا نعمل، رح أرجيكي بس كيف، بس مجرد بنعمل هيك ستامب بهيدي الطريقة عن طريق هالمسننات، هاي هي اللي بتفوت لنا المادة أو الميزو يلي نحن عم نحطها، عشان هيك يسموها الجولد ستامب. أستاذة سوزان، أكيد مثلاً توجد بعض الأعراض الجانبية أكيد لجميع التقنيات، ما هي الأعراض الجانبية بعد مثلاً قيام المريضة بعمل جلسة للجولد ستامبر؟ أحلى شيء إنه ما له أعراض جانبية أبداً، مجرد إحمرار بيصير بعد نص ساعة بيختفي، مشان هيك إنه فينا نعمله ونطلع يعني لأي مكان بدنا إياه، مشان هيك بنقول ما له أي آثار جانبية. يعني ما بتستمر لمدة طويلة الأعراض؟ لا 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 أبداً، نص ساعة بتكون خلاص بلشتي تشوفي الفرق أو الريزولت على البشرة. صحيح. ايضا دكتوره، في العديد من مثل ما نقول اللي انواع للبشره ايضا، وفي دائما لما نزور العيادات التجميليه او عيادات الخاصه بالجلديه والبشره دائما يقول مثلا هذا النوع من البشره راح ياخذ وقت اطول لمثل ما نقول اللي هو اخذ الفائده من هذه التقنيه. كلمينا عن اكثر انواع البشره فائده بهذه التقنيه ولماذا؟ يعني الحلو بالجولد ستامب انه بيناسب كل انواع البشره، كل الوان البشره، سواء كانت بشره حساسه عاديه، جافه، دهنيه، بشره فاتحه، بشره غامقه، ما بيأثر، كله بياخذ نفس النتيجه. بس الاهم كمان انه نحن روتيننا اليومي اللي بنعمله لبشرتنا لنقدر نضلنا محافظين على النتائج اللي اخذناها سواء من الجولد ستامب او اي تريتمنت ثاني، ما في مشكله. اهم شيء انه نحافظ على نظافه نضاره بشرتنا وبنضلنا محافظين على الريزلت تبعه اذا استمرينا بهذا الروتين تبعنا. إذا حدثينا عن هذا الروتين لازم نستمر فيه. بتعرفي أحلى شيء أنا بعمله بصراحة بشكل دائم، أهم شيء نستخدم الغسول مرتين باليوم، بعدها لازم نستخدم تونر، بعدها نحط المرطب إذا كنا الصبح، ونحط واقي شمسي، وبعدها فينا نحط الميك اب تبعنا. وقبل ما ننام كثير مهم إنه نحن نشيل الميك اب بالريموفر ميك اب، وبعدها غسول، بعدها تونر، بعدها بنحط اي سيروم، فيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس، او اي كريم نحن بنستخدمه. هيدا الروتين اليومي صدقيني بتضلك محافظه على نظافه نضاره بشرتك يعني لفترات كثير طويله. وكمان ما بيمنع انه كل فتره نعمل تنظيف بشره بالكلينيك، نحن نستخدم بالبيت مثلا سكراب ماسك كل اسبوع مره. أكيد أستاذة سوزان، أكيد لكل تقنية شيء يميزها عن التقنيات الأخرى طبعاً، أكيد جميع التقنيات تحسن مثلاً من نضارة وجمال أيضاً البشرة، لكن شو اللي يميز هذه التقنية الجولد ستامبر عن غيرها من باقي التقنيات الحديثة؟ الحلو إنه نتائجها سريعة، فورية، آمنة،
والسر هو بالخلطة يلي نحن منحطها جواتها. يعني هيدي المادة يلي نحن حطيناها شو هي؟ هي اللي بتعطينا السر أو بتعطينا اللي نحن بناخده من الجلسة. رح أرجيكي أنا مثلاً شو حاطة بهيدا التريتمنت، هنن أكتر من وحدة. حاطة الستمسل خلايا جذعية، حاطة كمان عنا البرايتنينج، وحاطه الليفتنج حسب طبعا العمر. يعني اذا بدنا نضيف اكثر من نوع تماما، وحاطه الهيرونيك اسيد كثير مهم، وحاطه الكولاجين. هدول الخلطه هي اللي بتعطينا النتائج او السر تبع الجولد ستامب، لانه هو مسننات كثير صغيره بخلي يفوت لنا اياها لداخل الجلد ويعطينا يبلش يعطينا الريزلت تبعه. صحيح. ايضا استاذه، بعيدا عن هذه التقنيه، في الكثير او بعضنا يعاني من الكثير من المشاكل الخاصه بالبشره، ولكن احنا نتكلم عن الجزء التجميلي منها. دائما الان اصبح بشكل رائج في 2020 اللي هو حركه مثل ما ذكرتي الليفتنج لعيون العيون في وجه النساء، فكلمينا اكثر عن هذه التقنيه بشكل اكبر، كلمينا اكثر عن رواج فكره الخيوط بشكل اكبر في عالم الجلديه. الخيوط اوكي. هلا اول شيء هيدا الليفتنج هو ميزوثيرابي، تمام؟ بينعمل هيدي فينا نعمل كل اسبوع او كل اسبوعين مره. بنبلش بناخذ النتائج من ثاني ثالث جلسه. هلا هيدا بينعمل بعمر صغير، يعني انا لسه نحن بلشنا هيك نشوف شويه خطوط صغيره دغري بنبلش فيه. في كمان التقنيه الثانيه اللي هي الخيوط، اللي هي بتساعد على انه نحن ما نلجا دغري للجراحه، نبلش بالخيوط وبتعطينا نتائج كثير حلوه. وفينا حسب طبعا، هلا هون بيختلف الموضوع حسب نوع البشره، حسب سماكه الجلد، يعني حسب كل نوع بشره شو ممكن نعمل لها اي تريتمنت، فالخيوط نتائجها كمان كثير حلوه. اكيد. استاذه سوزان، هل مثل هذه التقنيه تكون نتائجها طويله المدى ومش لازم المريضه تعيد عدد الجلسات، او انه لازم يكون هناك مثلا عدد معين من الجلسات لمثلا المراه اللي حابه تحافظ على يعني نظاره بشرتها بصحه اكثر وبجمال اكثر؟ هلا اي تريتمنت بينعمل عدد جلسات معين وله فتره لنرجع نعيده، مثلا مثل خلينا نقول الميزوثيرابي لازم نعمل تقريبا 6 جلسات، واذا بدنا نعيد لبعد 10 شهور عندنا مثلا تريتمنت ثاني خلينا نقول مثلا ليزر كلير اند بريليانت بينعمل 4 جلسات كل شهر مره، واذا بدك تعيدي بعد سنه عندك البلازما كمان بتعملي 4 جلسات او 5 جلسات بتكون كمان كل شهر مره، وكمان اذا بدك تعيدي بعد سنه، فحسب كل تريتمنت. أستاذة سوزان، احنا محتاجين بعض النصائح، لانه في بعض مثل ما نقول من اللايف ستايل اللي احنا نعيش فيه يجبرنا ان احنا نقوم بالمكياج كل يوم. صح. لو تكلمينا اكثر من الممكن التقنيات الاكثر فائده اللي تكون في يوم واحد على الاقل لمساعدتنا مثلا انا وزينب في ما شاء الله عليكم امارات في البرنامج، احنا نضطر ان احنا نحطي المكياج لفترات جدا طويله من النهار. هلا عن جد يعني بما انه انتم كثير بتستخدموا ميك اب واضاءه وهيك، اهم شيء مثل ما خبرتكم الروتين اليومي اللي نحن بنعمله بالبيت. وبحب كمان تعملوا في شيء الفيشل، ميرابيل فيشل، هايدرا فيشل، ما عندي مشكله، بس نعمله طبعا بكلينك نحن نكون واثقين منه لنعرف شو المواد. والحلو كمان اذا بنستخدم زيوت طبيعيه بالبيت، يعني هيدي كثير كثير لها نتائج مهمه كثير للبشره. والنقطة الأهم شرب المي. صحيح. ما بتتخيلي قديش مهمة لصحتنا، لبشرتنا، حتى لشعرنا. صحيح. كتير مهم. الشعر والأظافر أيضا. تماما. فالمي يعني لها جانب كبير من حياتنا، والأكل الصحي ما بدنا ننسى. مع ان تحسين مثلا مرات ممكن ننسى نشرب الماء بشكل يومي، بس في ناس تحسينها متعوده انه يعني دائما تشرب الماء. لكن استاذه سوزان، ايضا التعرض لاشعه الشمس، تحسين مثلا بعضنا يخاف يتعرض، يقول الشمس ما يتغير لون بشرتي او ما اتعرض للتصبغات. تمام. كيف نقدر نتعرض لاشعه الشمس ايضا عشان نحصل على بشره صحيه وايضا ما نضرها من خلال التصبغات او الحراره؟ تمام. اهم شيء للبشره الواقي الشمسي. الواقي الشمسي ما بتتخيلي قد ايه هو مهم لبشرتنا، حتى لو نحن بالبيت بنحطه مره واحده. اذا كنا قاعدين عم نعمل تان او متعرضين شغلنا كان انه برا بالطرقات وفي شمس، لازم كل ساعه ونص نجدده. ما بتتخيلي مو بس بيحمي من التصبغات، حتى بيحمي من توسع المسام، بيحمي حتى من الفاين لاين، فهو شيء كثير اساسي لان الواقي الشمسي. واذا نحن بدنا نعمل تان لازم كل ساعه نحط منه، وحتى اي زيوت بدنا نستخدمها يعني يكون فيها زيت جوز الهند. ما بتتخيلي قد ايه مفيد للبشره وبيعطي لون حلو كمان. أكيد طبعاً. أكيد أستاذة سوزان، في النهاية لازم دائماً نستشير المختصين يعني. تمام. بهذا الشأن عشان نحافظ دائماً على بشرتنا أكثر إشراقاً وأكثر صحة وأكثر جمال. طبعاً أستاذة سوزان دليل، أخصائية بشرة والتجميل، يعطيك العافية. شكراً لتواجدك معنا اليوم. شرفت كثير فيكم. شكراً. يعطيك العافية.